هل تعلم أن أفريقيا تضم بعضاً من أخطر وأقوى الحيوانات في العالم؟ هل تريد أن تعرف من هي هذه الحيوانات؟ وما هي قدراتها وسلوكياتها؟ هل تحب أن تشاهد مشاهد مثيرة ومذهلة لهذه الحيوانات؟ وهي تصطاد وتقاتل وتلعب؟ إذا كانت إجابتك نعم، فأنت في المكان الصحيح. في هذا الفيديو سنقدم لك أفتك حيوانات أفريقيا، وسنسلط الضوء على خصائصها ومميزاتها وتحدياتها. ستندهش مما ستراه وستسمعه في هذا الفيديو، وستتعلم الكثير عن هذه الحيوانات الرائعة والمخيفة في نفس الوقت. لذلك لا تتردد في متابعة الفيديو كاملا، ولا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولا تبخل علينا بتعليقك ومشاركتك لهذا الفيديو مع أصدقائك. شكرا لك، ونتمنى لك مشاهدة ممتعة. الأسد. يعتبر الأسد ملك الغابة وأحد أقوى الحيوانات في العالم، ويمكنه قتل فريسة تزن حتى 1000 كيلوغرام. الأسود تعيش في مجموعات تسمى القطعان، وتتعاون في الصيد والدفاع عن أراضيها. الأسود لها أسنان حادة ومخالب قوية وبصر حاد، وتستطيع الانقضاض على فرائسها بمهارة وسرعة. الأسود تتغذى على الحيوانات الكبيرة مثل الزرافات والجاموس والأيلة والحمير الوحشية. الفهد. يعتبر الفهد أسرع حيوان بري في العالم، ويمكنه الوصول إلى سرعة 120 كيلومترا في الساعة. الفهود تعيش بمفردها أو في مجموعات صغيرة، وتصطاد الحيوانات الصغيرة والمتوسطة مثل الأرانب والغزلان والظباء. الفهود لها جسد طويل ونحيل، ولها خطوط دمعة مميزة تمتد من زاوية العين إلى جانب الأنف. الفهود تعتمد على الرؤية والسرعة في الصيد، وتحتاج إلى الاقتراب من فرائسها قبل الهجوم. التمساح. يعتبر التمساح أقدم وأخطر الزواحف في العالم، ويمكنه العيش في المياه العذبة والمالحة. التماسيح تتغذى على الحيوانات التي تشرب من النهر أو تعبره، مثل الزرافات والأفيال والنعام والحمير الوحشية. التماسيح لها فكوك قوية وأسنان حادة وجلد مدرع، وتستطيع الانقباض على فرائسها بقوة وسحبها إلى الماء. التماسيح تستخدم الغدد الدمعية للتخلص من الأملاح الزائدة في الجسم، وليس للتعبير عن الحزن كما يعتقد البعض. النمر. يعتبر النمر أكبر وأجمل القطط الكبيرة في العالم، ويمكنه العيش في مختلف البيئات مثل الغابات والسهول والجبال. النمور تعيش بمفردها أو في مجموعات صغيرة، وتصطاد الحيوانات الكبيرة مثل الجاموس والخنازير البرية والضباع. النمور لها فراء مخطط باللونين الأسود والبرتقالي، ولها بقع بيضاء على الوجه والبطن والذيل. النمور تستخدم الشم والسمع والبصر في الصيد، وتحب السباحة واللعب بالماء. الضبع. يعتبر الضبع حيواناً ذكياً وماكراً، ويمكنه التكيف مع الظروف الصعبة. الضباع تعيش في مجموعات تسمى العشائر، وتتنافس مع الأسود والنمور على الفرائس والأراضي. الضباع لها رأس كبير وفكوك قوية، وأرجل طويلة وذيل قصير. الضباع تصدر أصواتاً مختلفة مثل الضحك والنباح والعواء للتواصل مع بعضها. الضباع تتغذى على الحيوانات النافقة أو الحية، وتستطيع أن تأكل كل شيء من العظام إلى الجلد.